التسويف وعدم جدية تلبية المطالب دعت خريجي هندسة النفط بصلاح الدين للتظاهر مرة أخرى أمام مجلس المحافظة لتعيينهم على وزارة النفط، وقد أبدى المحتجون استغرابهم من المماطلة رغم احتواء المحافظة على أحد أكبر مصافي البلاد، مجددين مطالبهم للنظر بقضيتهم وإنصافهم نسوة بخريجي باقي الكليات. نحن خريجو هندسة نفط من أبناء محافظة صلاح الدين، من كافة أقضية صلاح الدين، خرجنا بوقفة سلمية اليوم للمطالبة بحقوقنا المسلوبة على مدار السنوات المتعاقبة، ولم نجد من ينصفنا ويطالب بحقوقنا للأسف. خرجنا منذ فترة قبل شهر تقريبا أمام مبنى محافظة صلاح الدين، خرجنا النائب الأول استمع المطالب نسجلها أخذها على محمل الجد. لحد هذه اللحظة لم نجد أي نتائج ملموسة، لذلك نطالب ومن جديد نواب صلاح الدين ومحافظ صلاح الدين بالوقوف إلى جانب هذه الشريحة المهمة من المجتمع. كل نواب المحافظات دا يشتغلون ويوفرون درجات وظيفية لأبنائهم إلا نواب محافظ صلاح الدين، لم نجد شيء ملموس لحد هذه اللحظة. احنا اليوم جينا مجموعة من المهندسين اعتصامات، لأن بصراحة ما نحصل أي تعيينات وتعبنا ولا عقد ولا أجور. احنا اليوم جينا نناشد النواب والمسؤولين وخاصة رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني انه يلتفت على هاي مجموعة من الشريحة من المهندسين، لأن بصراحة يعني تعبنا، دراستنا كلش صعبة، المدة 4 سنوات معاناة، وآخر شيء المهندس يتهشم سواء مهندس نفط، مهندس مدني، مهندس كهرباء، ميكانيك، يتهشم وما يلقي تعيين. يعني أغلبيتنا تلقي بهم اللي 4 سنين واللي 6 سنين. ماكو من قبل الحكومة المحلية أي إجراءات أخرى. سبق قابلنا السيد المحافظ وتوعدنا خيرا، لكن لحد الآن ماكو أي فعل. عندنا وقفة مطالبة بالإنصاف من حكومة صلاح الدين، يعني حكومة محافظة صلاح الدين. الآن عندنا أكبر صلاح الدين، تمتلك أكبر مصفى في الشرق الأوسط، وتمتلك أيضا المصفى قدم قبل فترة حسب ما أذكر بيان حاجة طلب بتعيين أو طلب حاجة أكثر من 100 مهندس نفط، وإحنا صلاح الدين كنا لا يتجاوز عددنا 90 مهندس نفط. وأيضا في صلاح الدين هنالك أكثر من 12 شركة نفطية كبرى، يعني يمكن أن تستوعب هذه الأعداد الضئيلة اللي لا تتجاوز عددها على 90 مهندس، يعني مهمشين ما شملتهم أي تعيينات، ما شملتهم أي عقود. فنطالب بالإنصاف وشكراً.